حلوة كتير الكرة بتوصل لمحمد غدار، محمد غدار، محمد غدار بيكسر الكرة ولكن تتخلص من حسين شحرور اللي عم بيقوم بمستوى كتير كبير. كرة والهدف، الكرة والهدف، الكرة والهدف، التعادل لفريق النجمة عم بيسجله تومي جياكوميلي. بتقولوا لي كيف؟ بقلكن في خطأ واضح جدا 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 من دفاع فريق المبرة، خطأ واضح جدا من دفاع فريق المبرة بيسمح لتومي جياكوميلي انه يحصل على الكرة ويسجل داخل شباك فريق المبرة. الهدف هون حسين شحرور يتحمل مسؤولية الهدف. شوفوا كيف يعني نسي انه في لاعب اسمه تومي وراه وترك له المجال، وبالتالي سجل فريق النجمة هدف التعادل، هدف التعادل لمصلحة فريق النجمة بعد عملكم في وقت. شوفوا كيف سيطر على الكرة تومي وبسهولة سجل، بسهولة سجل. خطأ بقول حكم قوم تابع ما في شيء. توصل الكرة لعلي يعقوب بآخر هجمات المباراة، كل بانتظار صافرة النهاية. بتوصل الكرة لزكريا شرارة داخل منطقة الجزاء. زكريا شرارة، زكريا شرارة،